الخط بتاع استمرار الجولف، عشان لو برضه حد يعني حب ان هو يغير لك شكل السؤال شويه، تريتمنت اوف سيريبرال بولسي هو هو بالظبط التريتمنت اوف منتال ريتارديشن، هو كلام جنرال هو ملوش سبيسيفيك تريتمنت. وبعدين بيجي بشكلين، يا اما يقول تريتمنت اوف منتال ريتارديشن، يا اما يقول تريتمنت اوف منتال هانديكاب تشارج. منتال هانديكاب اللي هو الطفل المعاقز ذهنيا اللي هو عنده مشكله في حته المنتاليتي. مبدئيا كده احنا لما بنعالج الاطفال اللي هم عندهم منتال ريتارديشن دول، احنا بنشتغل على حاجه اسمها ثيرابيوتيك بروجرام اللي هو برنامج علاجي. البرنامج العلاجي اللي انت بتتبعه مع الناس المنتال ريتارد ده بيكون اهم ناس ليها رول فيه هو البيرنتس. احنا بنشتغل على الاب والام، البيرنتس هم اللي لهم اكتف رول في عمليه تصليح العيال اللي هم بتوع المنتال ريتارديشن دول. فانا بعمل ثيرابيوتيك بروجرام مع الاهل، وبعدين ببدا اودي الطفل. طبعا هدفي كله من حته الثيرابيوتيك بروجرام ان الطفل ده يقدر ياكل، يقدر يلبس، يقدر يروح الحمام، حاجه بنسميها ان هو يبقى فولي ديبندنت على نفسه. بندخل الاطفال اللي عندهم مايلد منتال ريتارديشن في الثيرابيوتيك بروجرام ده حاجه اسمها مين ستريم، ان هو بيدخل يتعلم مع زمايله عادي، لان الديجري اوف منتال امبيرمنت مش كبير. طبعا لو العيل ده عنده سيفير او بروفاوند منتال ريتارديشن، بنضطر ان احنا نعمل له سبيسيفيك اديوكيشن ستراتيجي بما يعني يتناسب مع الامكانيات الذهنيه المحدوده اللي عنده. السبيسيفيك بروبلمز بقى بتاعته، احنا عندنا ولد منتال ريتارد اتكلمنا على ان عنده ليست كبير قوي من الكومبليكيشن. بتبدا بايه؟ ناس تقول لي في ممكن يبقى عنده ديفورميتي، ايبيلبسي، مشكله في الفيجن، مشكله في الهيرنج، عندنا مثلا بعض السايكولوجيكال والبيهيفيرال ترابلز موجوده، واخر حاجه طبعا الميتابوليك ديس اوردرز اللي احنا كنا قلنا بتعمل منتال ريتارديشن زي الجالاكتوزيميا والفينايل كيتونوريا والحاجات دي كلها. فانا لو قلت لك مثال مثلا طفل منتال ريتارد زي اللي شفناه امبارح ده، ما هو عشان يبقى فاهمين المنتال ريتارديشن هو الطفل اللي كان نايم هنا امبارح اللي هو الولد الصغير السي بي ده، ما ده منتال ريتارد. واحنا بنقلب فيه ناس قالت لي يا رجليه عامله كده ليه؟ فده عنده ديفورميتي ولابس ليه فيها الكاست ده؟ فاحنا بنعمل فيزيوثيرابي، بنعمل كاست، بنحط مثلا حاجات اسمها سبلنت ان احنا بنثبت رجليه عشان ما تاخدش شكل غلط وتثبت على كده. فده واحده من المشاكل. برضه وانت قاعد بتشتغل ممكن تلاقيه بيجي له تشنجات ايبيليبسي، فده بيمشي على انتي ايبيليبتيك دراج، بنقولهم دلوقتي بالتفصيل طبعا اللي هو دايزبام وفينوباربيتون والكلام ده كله. ممكن حد يبقى عنده مشكله في الفيجن، امبارح برضه وانتم بتشتغلوا على الطفل ما كانش بيشوف خالص. فانا لو اقدر ان انا اعمل له تصليح للفيجن ده ماشي، ما اقدرش على الاقل السكوينت عشان الشكل العام بيعملوا كوركتيف سيرجري كده ويظبطوا شكل العين. بالنسبه للعضلات بيقصوا عضلات وبيعملوا ريانسرشن فالعين بتتظبط بيبقى شكلها معقول. ممكن برضه مشاكل السبيتش، مش بيتكلم كويس، فانا بعمل له سبيتش ثيرابي. لو في امل ان هو يتصلح بحاول ان انا اصلحه. طبعا عندهم بيهيفيرال وسايكولوجيكال ترابلز كبيره جدا جدا، فبنحاول تدي لهم ميديكال تريتمنت الكلام ده اللي هو الانتي سايكوتكس. واخر حاجه لو في ميتابوليك ديزيز نعرف نمنعه بنمنعه. طبعا اشهر اثنين ميتابوليك ديزيز بتمنعهم بالاكل هما الاثنين دول اللي هو الفينايل كيتونوريا، الجالاكتوزيميا. طبعا لو طفل عنده هايبوثايرويديزم ده امره سهل. مريض الهايبوثايرويديزم كل اللي عايزه منك هو ريبليسمنت، بندي له ثايرويد هرمون ريبليسمنت. طب الفينايل كيتونوريا بندي دايت اسمه ايه؟ فينايل الانين فري دايت، لان الفينايل كيتونوريا ده مرض خاص بالفينايل الانين ان هو ما بتحولش لمين؟ لتيروزين. ما هو الفينايل الانين بتحول لتيروزين، والتيروزين ده بنستخدمه مع كده في السوبر رينا اللي نطلع بيه الادرينالين والنور ادرينالين والكلام ده كله. فده بعض الامثله للحاجات دي بيسموه تريتمنت اوف منتال هانديكاب او تريتمنت اوف منتال ريتاردد تشايلد. كلام سهل وعبيط ما فيهوش اي مشكله خالص، يبقى خلصت منه. يبقى واحنا بنذاكر المنتال ريتارديشن احنا حاطين في دماغنا ان الدرس ده هو بالظبط مين؟ السيريبرال بولس باسبابه بشكله بالكومبليكيشنز بتاعته بكل حاجه. بس السي في كان التايبس بتاعته مختلفه شويه. ده التايبس بتاعته كانت بروجريسيف وستاتيك، السي في كان سباستيك واتونيك واتاكسيك وايه؟ وديسكاينيتيك فورم اللي هو بتاع الاكسترا بيراميدال مانيفستيشن. نيجي بقى للموضوع الكبير اللي هو اسمه كونفالجنز او بيقولوا عليه سيجرز او بيقولوا عليه ايبيليبسي، او بنسمع شويه كلام كتير قوي. ايه معنى الكلام ده اصلا عشان نبقى فاهمين برضه؟ نبدا الاول بمعنى كلمه سيجرز، وبعدين معنى كلمه ايبيليبسي، وبعدين معنى كلمه كونفالجنز. معلش هو لازم تبقى فاهم كل المصطلحات دي لنفسك انت. هو اللغه الدارجه كده بنقول للام ابنك عنده سيجر، عنده ايبيليبسي، عنده كونفالجن زي ما بتيجي في دماغك، بس هما مختلفين الثلاثه غير بعض، كل واحده فيهم ليها معنى.
طبعا الدرس ده قبل ما ابدا فيه واشرحه هو بيجي فيه سؤال واحد وشهير جدا 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 اللي هو الفيبرال كونفولشن اللي هو اخر حته خالص، ده السؤال النظري الشهير اللي هو بيجي كل سنه، ولو ما جاش نظري بيجي كيس فيبرال كونفولشن، وده محطوط لو انت بتذاكر من الكتاب تقريبا مع الايمرجنس، لو هو في كتاب الاسم مع الايمرجنس اللي عندك هتلاقيه حاطه خالص في الاخر اسمه فيبرال كونفولشن اللي هو التشنجات الحراريه، ده اهم سؤال في كل القصه الوهميه اللي احنا هنتكلم فيها. كلمه سيجرز يعني ايه؟ كلمة سيجر هي بتوصف الاكسسيف نيورونال، بص الكلام ده اكتيفيتي اللي في المخ. شفنا لما بنيجي نوصف حد ان عنده صرع بنقول له ابنك عنده كهرباء زياده على المخ. كلمه كهرباء زياده دي يعني ايه؟ احنا البرين بتاعنا فيه سيجنالز بتعدي عادي خالص، السيجنالز دي بتخرج من المخ بكميه معينه، لو زادت عن الطبيعي بنسميها اكسسيف نيورونال اكتيفيتي، يعني كده كميه الالكتريستي اللي خارجه من البرين كتير شويه. فتبدا تعمل لك ايه؟ تبدا تعمل لك ديسترب ليفل اوف كونشسنس، يعني تبوظ الكونشس ليفل، ديسترب ليفل اوف كونشسنس. تبدا تلعب في مستوى الوعي او انها تعمل موتور او سنسوري او بيهيفيرال ابنورماليتي. او حتى ايه بالاوتونومي. يعني ايه اوتونومي؟ يعني بتغير الهارت ريت والبلاد بريشر والكلام ده كله. اي طفل عنده سيجنالز خارجه من المخ دفاتره اكسسيف اماونت بكميه كبيره بدات تغير مستوى الوعي او تعمل موتور او اني اوف مش كلهم، انا مش عاوزك تحط في دماغك ان مريض الابيليبسي او السيجرز ده لازم يبقى عنده كل الكلام ده، يعني لازم يبقى في غيبوبه ولازم يبقى عنده حركات موتور وحاجات سنسوري وحاجات اوتونوميك خالص. هو اي واحده منهم بتعتبر سيجر عشان يبقى الكلام واضح. السيجر هو اكتيفيتي طالعه من البرين عملت اي واحده من الثلاثه دول. دخل بقى في غيبوبه، بقى عنده موتور، بقى عنده سنسوري، بقى عنده بيهيفير، ده طبيعي، مفيش مشكله خالص. ايه الفرق بينها وبين الابيليبسي؟ الابيليبسي معناها ان دي بتتكرر. ده معنى كلمه ابيليبسي، يعني الابيليبسي في كلمه واحده هو ريكورنت سيجر. بس بشرط الابيليبس اللي يشترط فيه ان يبقى نوت ريليتد لا البرين انسلت ولا الفيفر. عشان كده الابيليبس ده هو ايديوباثيك او سايكوجينيك، ده 70% من اسباب التشنجات في العيال كلها. ملوش سبب. فيقول لك ابنك عنده ابيليبس امتى؟ امتى بقول للام ان ابنها عنده ابيليبس؟ لما يبقى السيجرز بيجي ايه؟ ريكرنت ومفيش سبب واضح، العيل ده لا كان مسموم في الولاده ولا مخبوط ولا عنده انفكشن ولا عنده حراره ولا عنده حاجه من دي خالص، فبقول عليه ده مريض ابيليبس. طيب بالنسبه للكونفولجنز بقى، ايه معنى كلمه كونفولجنز؟ هو لما خرجت الكهرباء الزياده من المخ دي سواء اتكررت او لا، هي ادت اوردر لمين يشتغل؟ للمصل. هي الكهرباء الزياده دي بتمشي في نيرف، فهي لما بتروح للمصل بتحركه. حركه المصل هي اللي اسمها كونفولجنز. يعني انا لما ابص على مريض العضلات بتاعته عماله تعمل كده او تشد كده، ده اللي اسمه ايه؟ كونفولجن. طب مين اللي عمل ده؟ الاخ ده سيجر اللي هي الاكسسيف مين؟ بتهيألي كده اتفهمت. يعني واحد بيوصف مين؟ واحد بيوصف مين؟ خلصوا. واحد بيوصف البرين والتاني بيوصف مين؟ المصل. الكونتراكشن اللي حصل ده اللي هو المصل كولر كونتراكشن. خلاص؟ انا كنت حابب لازم تبقى عارف الثلاثه دول مهم جدا جدا، يبقى عشان ننجز الموضوع اهو بسم الله. معنى كلمة سيجرز ده اكتيفيتي طالعة من المخ من فوق، والرسمة بتالي واضحة عندك إن في برين طالع منه كهرباء كده وفوكس فاتحة كده باينة خالص إن في كهرباء زيادة. اتنين لو اتكررت هيبقى اسمها ايبيليكس. الايبيليكس في أسبابه 70% ايديوباث، مش معروف بسبب. مفيش حد خبط المخ، لا برين انسلت حصل ولا حتى فيفر حصل. آخر واحدة الكونفولجن. يعني إيه كونفولجن؟ يعني حركة العضلة نفسها. الطفل اللي جاي لك عنده المصر عماله كونتراكت كونتراكت كونتراكت، ده الاسم الصح ان هو اسمه كونفولجن. ممكن نقول عليها سيجر مفيش مشكله، ممكن نقول عليها كونفولجن مفيش مشكله، بس تبقى عارف الكلام الدقيق بتاعهم. طيب الثلاثه دول ايه اللي ممكن يعملهم؟ نحاول كده نفكر كوز. عاوزين اسباب تخلي طفل يجي له سيجرز او يجي له كونفولجن. اللي هما الاثنين اللي شاكين في بعض، السيجر والكونفولجن هما مع بعض، الكهرباء بتطلع تشغل العضلات، تخليها تعمل كونتراكشن. طبعا ليه فصلناهم عن بعض؟ لان مش كل العيال اللي عندهم كهرباء زياده بتشنجوا، عشان يبقى الكلام واضح. ما انا كنت حطيت اسم واحد وخلصت. يعني كلمه سيجر وكلمه كونفرجن ليه منفصلين؟
لان البرين ممكن يطلع اكسسيف نيورونال اكتيفيتي من غير ما المصل تعمل ايه؟ كونتراكشن. في عيال بيجي لهم تشنجات من غير ما يتهزوا يتركوا يعملوا، بيقعد ساكت بس كده ما بيعملش حاجه خالص خالص، هو قاعد كده بس ولا المصل اتحركت ولا حاجه. بقول عليه مين؟ سيجر، زي الاكسنس سيجر مثلا اللي هو اشهر نوع اللي بيجي لكم في الفيديوهات، هقوله لك حالا دلوقتي. لا بتشنج ولا بتحرك ولا بيعمل اي حاجه خالص، قاعد زي ما هو كده خلاص. بعد يقول لي ما هو كل اكسسيف اكتيفيتي هتعمل مصر خالص، انا قايل لك اني اوف اني اوف، مش كل اني اوف، ممكن دي او دي او دي او دي، اي واحده منهم. ومش شرط اللي بتشنج يفقد الوعي، مخلينا واعيين، ممكن يحصل شويه موتور بس، حبه سنسوري بس. بيهيفير يعني ايه بيهيفير؟ يعني الولد كان بيتكلم يسكت، ده تغيير في السلوك في البيهيفير. اوتونوميك ده يعني الهارت ريت يزيد او يقل، ده نوع من الكونفالشن. في عيال بيجي له كونفالشن في المستشفى ان الهارت ريت بس يزيد او يقل، ان النفس يقف او يتحرك، اسمها كونفالسيف ابنيا. فالموضوع اكبر ما انت ممكن هتتخيل. احنا بنتكلم على ايه؟ لما اوصف الاشكال هتفهم. ده الجزء الاولاني الديفينيشنز، الجزء الثاني الكوزز. اما نيجي نتكلم على الاسباب، انتوا معلش قبل كده برضه عشان اجمع معاكم ما بقاش الدنيا صعبه. السيريبرال بولسي كان ليه اربع اسباب، ايه هما؟ كان ليه سبب بري نيتال وسبب نيتال وسبب بوست نيتال وسبب ايه؟ ايديوباتيك. بص لما تيجي توصف السيجرز بتقلبهم، بتجيب مين الاول؟ الايديوباتيك. ليه؟ لو نسيت الرقم هيفكرك، لان الايديوباتيك في النوع ده 70% ايديوباتيك، ملوش سبب. ده 70% من الحالات، ما ينفعش انساه. 60 ل 70% من الناس اللي بتشنجوا وبيجي لهم ادريكسي، لما دوروا وعملوا سكرين لكل حاجه ما لقوش اي حاجه، هو مريض ايديوباتيك، ما نعرفش ليه. رقم اثنين، ممكن يطلع سكندري تو او ممكن يطلع ميتابوليك. السكندري تو مثلا ثلاث حاجات مشهورين جدا جدا جدا، والميتابوليك ثلاث حاجات برضه مشهورين جدا جدا. اللي ممكن يبقى سكندري ليه البرين يبدا يدخل في اتاكس اوف كونفالجن؟ اول حاجه السريبرال مثلا حاجه كونجنتال، فالكونجنتال مال فورميشن وكونجنتال مين؟ انفكشن والسريبرال هايبوكس والسريبرال دامج باي اسكيميا. كل دي الحاجات اللي هي كان اسمها ايه؟ برينيتال ومين؟ ونيت. هي بالظبط البرينيتال كانت ايه وايه وايه؟ كونجنتال مالي فورميشن بسبب دراج وتوكسن، وكونجنتال انفكشن اللي جايه مين؟ اللي هي ترش. والنيتال كانت مين؟ كانت هايبوكسيا وهيموريدج وكيرنكتراس، هم نفس الحاجات بالظبط. فانا عندي حاجات سيريبرال مالفورميشن، سيريبرال دامج، سيريبرال اسكيميا، كل ده صح، مفيش اسكيميا، سيريبرال انفكشن. فندخل مثلا ميتابوليك، ايه اشهر ميتابوليك كوز بيخلي العيال تتشنج؟ الهايبوجلايسيميا والهايبو والهايبر ناتريميا، السكر والملح، دول اكتر اثنين بيلخبطوا، والكالسيوم هو والمغنيسيوم. فاي طفل عنده هايبوجلايسيميا او هايبو جلايسيميا او هايبو ناتريميا او هايبر ناتريميا هيتشنج. واي طفل عنده انفكشن اكواير، مين الانفكشن الاكواير؟ المننجايتس ومين؟ والانكفالايتس. واي طفل عنده خبطه في دماغه اللي هو البرين ايه؟ تروما. واي طفل عنده مرض نيورو ديجنر او نيورو كوتينيس. مين اشهر مرض نيورو كوتينيس في الطب اللي بتشوفوه؟ اللي هو اللي جوه على القهوه كده وكلاكيع كده، اسمعوا عنه؟ الكافيه والايه سبوتس بتاعت مين؟ بتاع مرض اسمه نيورو فايبروماتوز، اللي هو بيعمل كلاكيع في الاعصاب كده وبيضرب المخ فوق وبيعمل تشنجات، بيسموه نيورو كوتينيس. ليه الامراض دي يا دكاتره؟ لانه بيعمل ايه؟ بياخد جلد مع سي ان اس. اي طفل او اي حد عنده حاجه في الجلد مع السي ان اس، دي حاجه اسمها نيورو كوتينيس. ده لسته امراض كده حوالي 12 13 مره، كل واحد ليه شكل. فانا كده اتكلمت على البص والكوز السهلين، ما همش صعبين، نجمعهم مع بعض، يا ايديوباتيك يا سكند ريليس سيريبرال 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 اي حاجه من دول، يا اما ميتابوليك هايبو 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 زي ما هم مكتوبين عندك، يا نيورو كوتينيس يا تروما يا انفكشن. والانفكشن اللي مقصود بيها من انزايتس وايه؟ وانكفالايتس والكرنكترس طبعا على راس القصه دي كلها. دي اسباب التشنجات في العيال. طيب غير الاسباب الاشكال بقى. طيب بيجي لكم في الفيديوهات نوعين من الكونفالجن، نوع اسمه جنرالايز ونوع اسمه فوكال كونفالجن او بارش. كلمة جنرالايزد يعني ايه؟ عشان نبقى فاهمين ايه اللي بيحصل بالظبط. جنرالايزد ده يعني انا مشغل البوث سيريبرال هيمسفيرز. يعني المريض ده الكهرباء جايه بين الناحيتين. فالجسم كله مسطح بالكامل.
انما الاخذ ده بتاع الفوكال ده يولي لك ناحيه واحده، وممكن تبقى مش كل اللوبس، تبقى وان لوب بس، وممكن ما تبقاش كل اللوب كلها، تبقى بارت منها بس. يعني انت هنا البرين كله اللي شغال على الناحيتين يمين وشمال، انما الاخ ده لو احنا هنحط البرين اهو هتلاقي الاكتيفيتي اللي جايه من دي بس، بقيه المخ كله كويس. مريض تبقوا قاعدين مثلا بتشتغلوا في الاستقبال والطوارئ وجاي لك عيل بتشنك من دماغه لرجله، كل جسمه عمال يتنفض، ده اسمه ايه؟ ده جنرالايز. ومره ثانيه تبقوا قاعدين تلاقي الولد وشه بس اللي عمال يرعش، بقه عمال يعمل، عينه عماله تتحرك، ايده عماله تعمل كده بس، وباقي جسمه ايه؟ كويس جدا جدا جدا، ده اسمه فوكال او بارشل. طيب احنا بنخاف من الجنرالايز ولا من البارشل؟ احنا بنخاف جدا من الفوكال. ليه الفوكال؟ لان الفوكال بيشاور على المخ ان غالبا الواد عنده نزيف، عنده تيومر، عنده اكسس، وعمال يعمل ايه؟ الريتيشن في حته واحده، دي بيسموها ساين اوف لاترالايزيشن. ده لازم لو لقيت مريض فوكال لازم تطلب له سي تي، دي معلومه لازم تبقوا حافظينها. اي طفل بتشن ايد بس او وش بس او رجل بس لازم تصوره سي تي، ده مش لازم، ده ممكن تروحه وبعد كده يعمل اي جي اللي هو رسم مخ لو ظروفه تسمح. طيب اقول لك بقى الاشكال اللي بتيجي. النوع ده دكاتره اللي هو الجنرالايزد ده ليه خمس اشكال. اول شكل كل دول بينزلوا فيديوز الكلام اللي هنقوله ده اسمه ابسنس. ابسنس سيجنز. ثاني شكل اسمه تونيك كلونيك. ثالث شكل اسمه مايو كلونيك. ورابع شكل اسمه اتونيك. والاخير اسمه انفانتايل سبازم. دول بقى في الام سي كيو حدث ولا حرج وفيديو، وبالذات اول واحد واخر واحد. الناس اللي بتتزنق في حل، اه في حل، في حتت كتير ممكن تطنشها، بس في حتت ما ينفعش تهون ناحيه ان انت تفكر في الكوزنج وفي الجزء ده. يعني انا مزنوق في دول اذاكر ده وده. الابسنس والانفانتايل. لازم ينزلوا ام سي كيو ولازم ينزلوا فيديو، ما تشالوش فعليهم درجات حرام، اما هتروح هتلاقي نفسك بتخسر. يعني ايه ابسنس؟ بيسموه في الطب اللي هو البوتي مال ابيليبسي، كلمه بوتي يعني ايه؟ صغير، لان ده اسمه جراند مال ابيليبسي. الجراند مال اللي هو الابيليبسي الظاهر، البوتي مال اللي هو الابيليبسي المخفي. بص بقى اغرب انواع الابيليبسي دي عشان نغير مفهومكم عنه. انا فاهم ان الطالب قاعد قدامي مستنيين اقول له ابيليبسي، واحد بينزل الكهرباء تلسوعه ويطلع وينزل ويكسر عقد اسنانه ويقطعه، هو متخيل المنظر ده اللي ممكن يشوفه في الشارع او في فيلم، كلام صح. بس في نوع شهير جدا جدا من الابيليبسي بيجي في الاطفال اسمه اكسس سيجنز. المخ يطلع ايه فوق؟ اكسسيف الكتريسيتي. تنزل تحت تعمل ايه؟ ممكن تعمل كوما ماشي، ممكن ما تعملش، ممكن تعمل موتور، وممكن ما تعملش برضه، ممكن تعمل سنسوري مانيفستيشن، يعني يقول لك انا شايف، انا شايف، انا حاسس، انا شامم، انا عندي بيسموها هالوسينيشن. وممكن ما تعملش كل ده، تعمل بيهيفيرال ديستربنس. هو ده نوع من البيهيفيرال. ازاي؟ الابسنس ده انتوا قاعدين قدامي اهو، احنا عمالين نتكلم مع بعض والدنيا كويسه ومركزين، ولقيت حد فيكم مره واحده باصص كده. ما هوش معايا خالص. شويه كده ايه في ايه خير، وبعد شويه راح راجع عادي تاني خالص. ويكررها تاني ويكررها تالت. ده نوع من السيجرز؟ اه ده نوع من السيجرز. الابسنس ده معناه ان البيشنت اللي عندك ده هيجي لك فيديوهين الولد والبنت قاعدين في حضانه كده وفي الوان ولعب وكل حاجه، وبتتكلم مع اللي قاعده معاها، وفجاه راحت ساكته كده وباصه للبتاع، وهي تنادي عليها كاسمها جوردن تقريبا، جوردن جوردن جوردن، وهي قاعده ولا حاجه، وبعدين ياه وراحت لفه. الفصله اللي قعدت في النص دي هي نوع من ايه؟ هو كانت سرحانه ولا تشنجات؟ لو اتكررت كتير قوي بتقعد مده قد ايه؟ بتقعد حوالي من 5 ثواني ل 20 ثانيه، وبتتكرر كتير جدا. العيان معاه شروط، لا يقع في الارض ولا يفقد الوعي ولا يفتكر، افتكر الثلاث كلمات دول. طب احنا لو التبس علينا الامر، جالك خبر، انا هوريك دلوقتي انواع كونفلجنز عمرك ما هتتخيلها في حياتك، في حياتك وانت بتمر، لو قعدت 100 سنه احلف لك مش هتصدقني. الكل سن ليه نوع من التشنجات مختلف. احنا اللي لينا في الاخر لما بنوصل العيال دي على جهاز الاي جي بيقرا لك ايه؟ كهرباء كبيره جدا، سبايكس كتيره قد كده، معناها ان البرين ده بينتفض.
طب احنا لو اتخانقنا مع بعض، الدكتور قال لي مثلا ده الواد ده بيسرح، وانا قلت له بتشنج، في اي مانيفستيشن نحاول نعمل له حاجه ندخله في الاتاك دي؟ يعني لو هي فعلا تشنجات نعمل له تيست او نعمل له حاجه يدخل في الاتاك فيبقى فعلا ما بيسرحش؟ اه. النوع ده من الصرع اللي هو اسمه اوتينال ده او اللي هو الابسس، تقدر تدخل المريض فيه لما تخليه يعمل سي او تو ووش، يعني تخليه يعمل هايبر فنتيليشن لمده دقيقه. يعني لو انا عندي طفل من النوع ده اللي هو عد معايا، اولا الكونشس ليفل بتاعه انت، ثانيا ما بيحصلش فولينج ولا انجري، ما بيقعش، ثالثا ما بيقدرش يعمل ريكول، يعني انا لما اقول له انت كنت سرحان ما يعرفش، مش فاكر، وبيوقف كل الاكتيفيتيز اللي هو بيعملها، كان قاعد بيتكلم، كان قاعد بيتحرك، كان قاعد بيلعب، بيفصل ويبص كده فيكنت وماسك فيشال اكسبريشن، مفيش اي اكسبريشن على الوش. اهم حاجه ما بيقعش، ما بيفقدش الوعي، ده مهم الكلام ده، وما بيفتكرش، ومده الصرع كلها صغيره جدا جدا من 5 ل 20 ثانيه. ده الباترن مرصوصه ورا بعض اهو، بتناديله وتعمل له مش فاكر. بعد بيجي في شكل اتاكس هاندردز بير داي، بتيجي 100 مره او اكتر في اليوم. وتقدر تدخله فيها باي هايبر فنتيليشن لمده ايه؟ 1 مينت، يروح داخل في الاتاك دي ثاني لما بيحصل له سي او تو ووش. طبعا الميكانيزم بتاع الابليكس من اولها لاخرها انون، محدش عارف اي حاجه، هي نظريات. طب ليها باترن في الاي اي جي كاركترستيك جدا، ليها حاجه اسمها ثلاثه سبايكس في الاي اي جي، يعني الاي اي جي اللي هو رسم المخ بتاعه كاركترستيك، وده من اسئله الترو فولز اللي بتجيلكوا في امتحان الصور والفيديو. يعني ركزوا في الكلام ده، لما هيجيلكوا فيديو بتاع الطفل اللي بيسرح ده وفاصل هيسالك تحت ترو فولز، هو الولد ده عنده كاركترستيك اي جي؟ اه. في اثنين من الخمسه دول لهم كاركترستيك اي جي مفيش غيرهم، يعني لما اشوف الاي اي جي ده بتاع العيان الفلاني. المريض بتاع الاكسس ده عنده الكاركترستيك اي اي جي اللي هم الثلاثه سبايكس والويفز، عنده ثلاثه سبايكس كده وويف بعدها. ده مميز جدا للابسس. لو سالك الابسس كانت بتريجر باي هايبو فنتيليشن، غلط. هي هايبر فنتيليشن. الابسس ما بعملش ثلاث حاجات، ايه هم؟ ما بيدخلش في كوما، ما بيقعش على الارض، ما بيفتكرش، ودي مهمه جدا، ومدته يا دكاتره مش مينتس، عشان انتوا ما فيش بكم حلم في الاخر تقعدوا تحفظوا ادق ادق التفاصيل في اخر السنه، لا الحاجات دي تبقى خلصها من بدري. ان هو بيقعد ثواني، بيتكرر كتير، العيان بيدخل فيه بالهايبر فنتيليشن وما بيفتكرش حاجه. فاكرين الكلمه ده اهي؟ فاصل وانواصل. اكتب جنبه كده اهو، فاصل وانواصل. يعني ايه فاصل وانواصل؟ هديكوا بريك كده دقيقه تشموا نفسكم ونرجع نكمل زي ما كنا بالظبط. الطفل بيعمل معاك كده، بيفصل ويرجع يرد تاني زي ما كان. خلاص؟ احنا بنسميه فاصل ونواصل عشان القصه دي. النوع التاني بقى ده اللي انت عارفه، اللي هو عشان ما تتضايقش قوي، اسمه تونيك كلونيك. جنراليزد تونيك كلونيك يعني ايه؟ كلمه تونيك يعني ايه الاول؟ تونيك يعني مصل كونتراكشن وزاوت ريلاكسيشن، يعني جسمك يشد كده. انما الكلونيك يعمل كونتراكشن ويعمل ايه؟ ريلاكسيشن. لو جسم الانسان شد خالص كده خالص بالمنظر ده، ده اسمه تونيك فيز، وده من الأسوأ على الاطلاق. ليه؟ ليه التونيك فيز سيء يا دكاتره؟ حد عارف ليه لما جسمك يشد بس كده؟ هي دي ريسبيراتوري ماسل سباز، لان المريض ده لما بتبحلق فيه وهو بيتشنج اللي هو بيتشد خالص ده، بتلاقي شفايفه زرقت. ده غير ان بيقعد يعض في لسانه ينزل دم، ممكن يكسر سنانه وهو بيتشنج، عينه بتبقى مالها؟ رولد لفوق، وظهره بيبقى عامل ازاي؟ ارشف بالمنظر ده. فانا عندي واحد الاي رولد، الليس بتاعته زي السينوس، الريسبيراتوري ماسل بتاعته واقفه، التنج بتاعه بيبقى فيه انجري، العيان عنده ارشف باك، ممكن يعمل يورينيشن، ممكن يعمل ديفيكيشن. ده النوع اللي اسمه تونيك كلونيك. طبعا الكلونيك اللي هو يبدا يدخل في الريلاكسيشن فيز، يشم نفسه شويه، لان المصل لما هتبدا تريلاكس هيبدا العيان شويه لحد ما يوصل له اكسجين. طبعا مده التشنجات في التونيك كلونيك بتبوظ المخ. يعني ايه بتبوظ المخ؟ يعني الناس اللي بيجي لهم تونيك كلونيك فيز دول لو زادت المده عن دقائق كتير، يعني ايه كتير؟ المخ بعد اربع خمس دقائق بيبدا يبوظ. في نوع منهم بيدخل في حاجه اسمها ستيتس ابيليبتس. يعني ايه ستيتس؟ كاتبها لك في سطر على استحياء كده. ستيتس دي معناها convulsions for more than 30 minutes. يعني المريض يفضل يتشنج اكتر من نص ساعه. مريض الاستيتس ده بيجي له برين هايبوكسيا وبرين دامج، عشان نخلص اهو. يعني اي مريض استيتس بعد ما بيخلص البرين بيكون دخل في هايبوكسيا ماسيف وفي اديما ودامج. المريض بيخسر كتير جدا جدا في الجزء ده. بعد ما بيخلص الاتاك
بيدخل في حاجه اسمها بوست اكتال باراليسيس اللي هو بيسموه توتز باراليسيس. تلاقي الولد نايم مشلول من الفتيج لان المصل استهلكت في ايه؟ في الكونتراكشن، فدخل في فتيج ولاكتيك اسيد كتير، فتلاقي العين مشلول عامل زي الضفدع كده، بيسموه توتز باراليسيس او البوست اكتال باراليسيس. في بقى انواع صغيره كده نوع يخصكم انتوا ايام الامتحانات اسمه مايكلونيك. ممكن ايام الامتحانات كده وانتوا في بدايه النوم كده تحس ان رجليكوا راحت ايه؟ حدفه جامد كده، او ايدك راحت شده جامد، تقول بس انا جالي ايبيليبسي من طب يد النيله السوداء، ايه اللي دخلني المكان ده؟ ده حقيقه، فقلبك يبدا يرفرف، ده انا جالي بالبيتيشن، والصبح وجع في صدرك شيست بين، وهكذا، وشعرك يقع وجلدك يبوظ. المهم ده الميديكال سندروم الشهير بتاع الناس اللي في طب. المايكلونيك ده بيبقى سادن جيركي موفمنت، سادن جيركي خاطف، كلمه جيركي يعني خاطف. في نوع منه فيسيولوجيكال بيجي لنا اللي هو الفيسيولوجيكال مايكلونيك فينومين، ان العين يجي له جيركي لايك موفمنت كده، تروح ايده شد او رجله شد. وفي منه نوع مش فيسيولوجيكال، باثولوجيكال، اللي هو بيعمل انجري، اللي هو ممكن ايده او رجله او دماغه تتحدف كده فيروح مخبوط، ده ممكن يعمل انجري. النوع ده المايكلونيك بيتميز ان هو فيري شورت، وفي منه فيسيولوجيكال وفي منه باثولوجيكال، وبيبقى الديوريشن بتاعته مش كبيره، جيركي موفمنت. ده نوع شبه بالظبط اللي بيجي للبنات لما دخلوا المشرحه. انا ما اعرفش انتوا اغمى عليكم ولا انتوا من النوع الجديد اللي هم اللي حواش في حاجه خالص، اللي هو قاعد كده البتاع ده على جنب انا مش عارف اقعد. طيب في ناس ايام ما انا كنت في الكليه، مش هقول لك الناس اتغيرت ولا حاجه، لا، بس كانت الناس هاديه شويه، الدنيا ما كانتش معفرطه زي دلوقتي. فمن كتر الاستريس والهبل اللي الناس عايشه فيه ما عادش حد بيركز مع الحالات الصغيره دي. كان زمان الدنيا هاديه شويه والامور معقوله، فلما دخلنا وقفنا جه راجل ضخم كده الله يصلح حاله، معرفش عايش ولا لا، وراح فاتح الايه؟ الباب كده بتاع الثلاجه كده، قلبه مره واحده، فلقوا الناس نايمه بالطول كده كانك ايه؟ بتدور في ثلاجه ايس كريم او حاجه، انت مستني بني ادمين كتير قاعدين طوال كده. طبعا نص الناس ببص كده لقيت حاجات بينزل على الارض كتير، ما فيش ولا ولد عادي، الولاد ما بيتحاولش فيهم الكلام ده. بس ده شبه حاجه اسمها فازو فيجل اتاك. هو الفازو فيجل اتاك ايه اللي بيحصل فيه؟ بيحصل اكتيفيشن للفيجاس، يروح نازل بالهارت ريت والريسبيراتوري ريت، عامل برادي كارديا، تلاقيك نزلت في الارض. لما تشوف حاجه دم مثلا، منظر صعب شويه او حاجه، ده شبهه كده، بيحصل لوس اوف بوستشرال تون وفولينج على الارض. بس بشرط ما يبقاش الهايبوتونيا هي الاول. يعني مريض الاتونيك بيبدا ازاي الاول؟ هو بيدخل في الفيز ده اللي هو لوس اوف بوستشرال تون وفولينج، بس قبلها بيحصل ايه؟ تلاقي المريض ده بيعمل ايه؟ بيشد الاول جامد 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 جامد، بنسميه سينكرونس انكريس في المصل تون، يقعد يخشب 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 وبعدين يروح سايب ونازل في الارض. يعني انا اقدر اميزه من مين؟ من الفازو فيجل، ان الفازو فيجل برايمري من البدايه بيبدا ايه؟ لص البشره على طول مباشره، ما بيحصلش قبليه زياده فين؟ في المصل تون، ولا سباستيستي ولا حاجه، العيان بيفاجئك واقف يروح واقع، انما ده يخشب 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 وبعدين يسيب. اسمه اتوني من اسمه، يعني لص تون. الاخير ده تحفظه زي اسم انفانتايل سباز. في ثلاث فيديوهات بينزلوا، وده ليه فيديوهين. الفيديوز دي سهله خالص، بعد ما نخلص النظري هنفرهم ورا بعض كده في نص ساعه، ومش اي حاجه خالص، دول يعتبروا هديه اساسا. الانفانتايل سباز من اسم، ده طفل سنه كامل، ده انفانت. الانفانت اللي هو اول سنه او اول سنتين في بعض الكتب، المفروض ده سنه صغير، البيك ايدج بتاعه من 4 شهور ل8 شهور. بيجي بايه بقى الاخ ده؟ بيجي بريبيتد اتاكس اوف سباز. تلاقي ولد صغير جاي لك مش لابس هدوم من فوق، هو انفنت صغير 4 شهور 5 شهور كده. وكل ما هو قاعد هو نايم على السرير يروح عامل كده ضامن كده خالص، وبعدين يروح فاتح تاني. وبعدين يريح، وبعدين يروح ضامن نفسه خالص كده، وبعدين يروح فاتح خالص. ده بيحصل ايه؟ بيحصل اكتيفيشن من المخ. يعمل فليكشن في النك وفليكشن في الشولدر في شكل كلاسترز. يعني ايه كلاسترز؟ يعني نوبات متتاليه فيري شورت من الكونتراكشن، فيسموه فليكسور تايب. لان في نوع تاني الولد يقعد يفتح لبره، زي مين بالظبط؟ زي المورو. المورو بيفتح العيل كده بيتخض. فاحنا عندنا من الانفانتايل سبازم ده في نوع فليكسور وفي نوع اكستنسور. الفليكسور بيعمل فليكشن نك فليكشن شولدر في شكل اتاكس ريبيتد، بنقول عليها كلاسترز اوف اسباز. النوع ده مؤذي جدا 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 للانفانتايل، ليه بور بروجنوزز، ما بتحسنش بسهوله. وليه اسم تاني عشان بينزل في الام سي كيو ما بتعرفوش تجاوبوه،
اسمه ويست سندروم. الانفانتايل سباز مكتوب تحت عندك ويست سندروم، وليه علاج مميز جدا وليه اي جي مميز جدا، عشان كده هو مهم. هم ثلاث سطور بس مهم جدا. اولا سن العيان، قول له من 4 ل 8 البيك بتاعه، هو بيجي في فتره اول سنتين بس، من 4 ل 8 ده اكتر سن. انواعه قول له فليكشن واكستنشن، يعمل فليكشن يعمل اكستنشن في شكل نوبات ريكارد. ليه كاركترستيك اي جي وليه كاركترستيك تريتمنت. من الاخر ده النوع الوحيد من الابيليبسي اللي لقوا ان بيتعالج بالكورتيزون، مع ان الكورتيزون مش انتي ايه؟ مش انتي ابيليبسي، بس ده النوع الوحيد من الابيليبسي اللي لما ادوا للعيان ده كورتيزون كورتيكوستيرويد او حتى الاي سي تي اتش. حد عارف الاي سي تي اتش ده اللي هو مين؟ السنكتان ده اللي هو مين؟ الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون اللي بيطلع من البيتيتري جلاند عشان ينشط مين؟ الادرينال جلاند تطلع كورتيزون. يبقى انت يا تدي كورتيزون يا تدي حاجه تطلع الكورتيزون اللي هو الاي سي تي اتش. خلاص؟ وليه دواء تاني هنقوله بعد شويه. يبقى الانفانتايل سباز وليه كاركترستيك اي جي باترن كده بيسموه في الاي جي اسمه هيبس اريزميا باترن. ده كاركتر عندهم الاي جي طبعا ده معقد جدا، انت بتبص فيه تلاقي ايه؟ شخبطه كتيره كده، دفتر قد كده مليان شخبطه. ده ليه باترن بتاعه اللي هو الانفانتايل اسمه هيبس اريزميا. وليه علاج اسمه اي سي تي اتش. وليه سن من 4 ل 8 شهور، كل ده ام سي كيو. وليه تايبس فليكسر واكستنسر. يبقى انا لما هنزل لك فيديو بتاع انفنت عمال يتشنج انت جاهز للاسئله. بتعالج بالكورتيزون ترو، ليه كاركترستيك اي جي ترو، العيان ده ليه فليكسر تايب واكستنسر تايب برضه ترو، والسن بتاعه مميز جدا من 4 ل 8. طبعا لو جالك كيس ولد بتشنج وسنه 8 سنين 9 سنين 4 سنين ما تدخلش في القصه دي خالص. الانفانتايل سباز اقرا الاسم قبل ما تتكلم، ده انفنت ده انفنت. في بعض الاسباب للنوع ده بالذات بتبقى هايبوكسيا وهيمرج وانفكشن وكرنكتس السكندري تايب بتاعه. اتفضل. الاي جي لا لا خالص مش بتاعت الاتاك. الاي جي مش زي الشيست، الشيست زي بتاعت الاتاك وبقى نورمال. الاي جي حتى من غير الاتاك البرين لسه عنده الاكسسيف الكتريست طول اليوم، بس بتدي بيكس في اوقات معينه وطول اليوم اولس رؤيه بتسجل. احنا بنعمل 24 ساعه او بنعمل اكستندد اي جي زي القلب بالظبط، بديك يا باترن مميز مش عاوز حاجه تانية خلاص الشكل ده بتاعه، يا ويفز بتتراوح من كونها كده في اوقات لكونها كده في اوقات، بس ستيل اكسسيف لان ده مش برين نورمال، ده برين اكتف. عامل زي مين بالظبط برضه اقرب لك الصوره عشان نتعلم صح. القلب لما بيحصل مثلا اريزميا فنتريكولار فايبريليشن او فنتريكولار فلاتر او اس في تي، هو ايه اللي حاصل؟ ان القلب كان شغال نورمال بقى في حته فوكس طالعه جديد بتطلع اكتيفيتي جديده وكهرباء جديده. الحته دي اللي عماله تعمل لك طول اليوم كونتراكشن وتشنجات في القلب نفسه. دي لما انت بتيجي تتخلص منها بتلسعها بحاجه اسمها دي سي، او بتعمل لها الكارديو فيرتور دي فايبريليشن، لان لازم تخلص من البؤره دي. هي نفس البؤره اللي في المخ، بس بتاع المخ عملت ايه في عضلاتك؟ كونتراكشن. بتاعت القلب عملت ايه في عضلات القلب؟ برضه كونتراكشن. هي نفس القصه. الخمسه باترن دول انا بطرح حاولوا على قد ما تقدروا اسامي، وده تحفظهم بالتفاصيل. الابسنس والمين والانفانتايلز بس. الابسنس ده بتاع سن المدارس، ده الفيديوهين اللي هيجوا لكم الاول بيبقى في الاطفال بتاعت المدارس اللي هو في بدايه دخول المدارس. انما الانفانتايلز بس في الصغنطتين خالص، ده عيل بيبقى قارع هدومه ونصكم بيعملوا مورو ريفلكس. يعني انا براقب عليكم، انا مسكت الدياجنوستيك ثلاث سنين كنت اجي امر كده جنب الناس الدياجنوستيك، انتوا بتبقوا قاعدين في المدرج وراكم تحت كده واحنا بنتفرج عليكم واحنا بنمر. الفيديو اتعرض يقول لك مورو ريفلكس، الواد عمال يعمل كده ويرجع. المورو ما بيعملش كده، المورو بيعمل كده بياخد واحد بالحضن. افتكر هو المورو كده اسمه الخضه، العيل كانه بيستقبل منطق. انما ده بيعمل ازاي؟ كل شويه يعمل كده كونتراكشن، بيقفل جسمه على بعضه. المورو ولد سنه شهر، انما ده عيل حلو هتلاقيه خمس شهور ست شهور سبع شهور، طفل وزنه حلو معقول. وغير كده خالص انتوا عليكم برضه المورو عليكم ده، يعني في فيديو لده وفي فيديو لده. الايه؟ امبيرد كونشسنس. امبيرد ما هو الكوما دي اربع درجات. انت بتيجي لدرجه الكونفيوجن كده او الاستيوبر وبتعتبرها كوما. هو في بري كوما وفي كوما اللي هي الديب كوما.
انت عندك ديجري اوف امبيرد كونشسنس بس من غير ما ندخل في ديب كوما. اصل ديب كوما يعني ايه؟ يعني مريض ما بيستجبش، ما عندوش اي اوبننج، ما عندوش فيربال ريسبونس، ما عندوش موتور ريسبونس. انما الامبيرد ده دراوزي، لو انا قرصته ممكن يستجيب قوي، بس هو مش متصل معايا في الوقت ده. قلت لك عليه فاصل وايه وانواصل عشان الجزء عشان يثبت في دماغك. خلاص يعني ده عنده some sort of impaired consciousness بس ما يدخلش في ديب كوم وما يوقعش وما يفتكرش. خلاص دول الكبار. الجزء الثاني بقى اللي هو البارشل او الفوكال، ده في منه نوعين بس. في عيال بتشتغل فوكال تلاقي ايده مثلا او رجله عماله تتشنج، بس في نقطه يا صاحي يا كوماتوز. يعني انا لو لقيت مريض بتشنج فوكال في ايده او وشه وفي غيبوبه، ده اسمه فوكال كومبلكس. الكومبلكس ده ما عندوش وعي. خلاص؟ انما الفوكال السيمبل ده بيبقى صاحي، ده غيبوبه. يعني المريض قاعد جنبك كده في السرير وانت عادي وعمال ايده تتشنج او وشه وترعش. لو هو الكونشس ليفل بتاعه ريتيند ده اللي هو السيمبل. الكونشس ليفل امبيرد ده اللي هو اللي اسمه كومبلكس. وفي نوع من البارشل او الفوكال بيقلب بعد شويه جنرال. يعني ايه؟ يعني المريض الاول يبدا بايده كده وبعد شويه تلاقي الجسم كله جه معاه، وشه وبعد شويه كل جسم. فنقول عليه بارشل او فوكال ويز سكندري جنراليزيشن. يعني ايه سكندري جنراليزيشن؟ يعني انا بدات الاول معاك فوكال وبعدين قلبت بمين؟ بجنرال. ليه؟ اه ينفع. لا لا لازم نبدا فوكال الاول. امال انا سميته فوكال ليه؟ لو هو بادئ مره واحده جنراليزد كان دخل تبع تقسيمه مين؟ الجنراليزد. انما انا عارف ان هو مريض فوكال وقلب بعدها بقى جنراليزد، دي تعتبر كومبليكيشن. على طول جنراليزد يعني ولا اصلا بيرجع؟ لا لا هو ستيل فوكال، بس الفوكال بيعمل شيفت بعدها يعني بيبدا الاول فوكال كبرودروما. انت دلوقتي لاحظتي بدايه العيان بعدها بيقلب جنرال. مريض ده الباترن بتاعه نوع عيان فوكال وبيحصل له سكندري جنراليزيشن. مريض فوكال ويحصل له سكندري جنراليزيشن. الحاجات دي بتتسال في الاورا عشان تبقى عامل حسابك اول ما بتقعد في الاورا، لانه درس من الدروس المكلكعه شويه. بيقول لك في ناس رايقه جدا، يعني ايه سيجر؟ يعني ايه ابيليبسي؟ يعني ايه كونفالجن؟ وايه اشهر سبب ليه؟ طبعا كلكم بتنسوا ده، معرفش ليه، مع انه 70% من الاسباب. وبعد ما يخلص يقول لك قول لي بقى الكلاسيفيكيشن، بتبدا تقول. بياخدك كده على جنب ويبدا يسال فيك. هو لو احنا عندنا مريض من دول يا دكاتره، احنا كاتبينهم دول، وجالك بمنطف الاستقبال هنا عندنا ودول ما اقفرهم، يعني نص حالات الاستقبال يا شيست بتشنجوا، والام بتقول لك ابني بتشنج، وانت عاوز تاسس حاله زي كده، وانا طلبت منك هيستوري واكزامينشن وانفستيجيشن. ثلاث حاجات اهو، هيستوري واكزامينشن وانفستيجيشن. هتفكر تتعامل ازاي مع الموضوع ده؟ يعني انا جايب لك مريض بتشنج والام جايه والاب وشويه ناس كده معاه ودخلوا لك الاستقبال باي هيستوري، انت محتاج تعمل ايه؟ تتصرف ازاي؟ سخن ولا لا؟ ده ممكن، ده وارد كتير جدا. انا بحب اربط التشنج بحراره ولا لا، وبالذات لو السن مناسب عشان الفبراير. تاخد من مين الشكوى؟ يعني مين الاكتر واحد هيفيدك؟ اللي شاف، مش شرط امه. يعني ايه اللي شاف؟ الويتنس. مين اللي كان واقف معاه لما تشنج؟ ما هو ممكن مامته تكون كانت في الشغل، اللي قاعد معاه مثلا اي حد من قرايبه، ممكن يكون كان في الحضانه، ممكن يكون كان في المدرسه. التشنجات بالذات لازم تتاخد من حد ايه؟ شافها، لازم يكون شاهد رئيسي. عاوز تعرف ايه؟ اولا شكلها عامل ازاي؟ هي مين او مين؟ هي جنرال او فوق؟ مدتها قد ايه؟ قعدت دقايق ولا قعدت ساعات؟ عشان اعرف درجه الايه؟ الاصابه او الدمج اللي حصلت في المخ، الفريكونسي بتاعها قد ايه؟ جت كم مره؟ يعني هي بتيجي مره واحده وخلاص ولا كل شويه عماله تروح وتيجي؟ كل دي حاجات مهمه. ديوريشن، فريكونسي، ديسكريبشن، لازم وصف كامل ليه مربوطه بايه زي ما قال. هل الولد ده سخن؟ هل الولد ده اتخبط؟ هل الولد ده كان اصفر قبل كده ولا لا؟ لان العيل الاصفر وبعدين بتشنج ده مين؟ ده كرنيكتوس. اخبار الولاده بتاعته ايه؟ هل كان مزنوق في الولاده ولا لا؟ اللي هو الهايبوكس، حد شده باي حاجه؟ الهيمورج، كان سخن وبتشنج بعد فتره ورقبته مخشبه اللي هي المننجايتس. انت وانت بتاخد هيستوري انت بتحاول تدور على مين في دماغك؟ على سبب. امال انا باخد هيستوري ليه؟ انا قاعد ليه مع الام بضيع وقتي؟ عشان اعرف سبب الحاله. طب افرض ما طلعش اي حاجه من دول موجود، ولا اتزنق ولا اتخبط ولا اي حاجه خالص. ما بقولش عليه ايديوباثيك غير ما اعمل ايه؟ انفستيجيشن. ما اقدرش اقول ايديوباثيك غير ما اعمل انفستيجيشن، لان انا مش هعرف احط ايدي اقول لك الكالسيوم قليل ولا لا،
السكر قليل ولا لا الا لما اطلب ايه الانفستيجيشن. طب انتوا بتطلبوا ايه الانفستيجيشن؟ اصل الجزء ده جزء كلينيكال شويه، محتاج واحد فاهم بس مش هقعد يحكي. ايه الانفستيجيشن اللي لو جبت لك عيان ايبيليبسي او عنده تشنجات تطلبها؟ اول حاجه لابوراتوري، عشان بس ما ندخلش في زحمه التشتيت، لابوراتوري وايمج. ايه اللاب اللي تطلبه؟ سكر. انت واقف ليه؟ مش انت قلت حاجات ميتابوليك اهي، هايبوجلايسيميا وهايبوكالسيميا وهايبوماجنيسيميا وهايبوناتريميا وهايبرناتريميا، ما تطلب كل دول. طب الانفكشن بطلب لها ايه؟ سي بي سي وبلاد كالش. طب والترش بطلب له ايه؟ حاجه اسمها ترش سكرينينج، اللي هو الاميونوجلوبولين ام ضد الترش ايجنت. ترش سكرينينج ده اللي بدور على التوكسوبلازما والروبيلا، وده علينا كده كده، وقلنا قبل كده بعمل اميونوجلوبولين ام ليفل. خلاص اخدناه في الجزء بتاع الكوليستيزس في الهيباتولوجي. طيب فانا بقول لك اعمل ترش سكرين. طب المننجايتس والانكفالايتس تعرفها ازاي؟ سي اس اف. كل ده لاب، انا ما رحتش لسه في حته ولا جيت، انا بتكلم على لاب. عملنا سي بي سي وعملنا بلاد كلشر وعملنا الكترولايتس بيل كامل، كل الالكترولايت ليفل عملناه وبيل روبن طبعا، وظائف كبد ووظائف كلى، كل ده كويس صح. طب عاوز اصور اعمل ايه؟ البريد بتصور، ممكن سونار كرينيال سونار، ممكن سي تي، ممكن ام ار اي اللي هو الاعلى من السي تي، وممكن اي اي جي. الاي اي جي بيكشف لك اثنين وانت مغمض، اول واحد واخر واحد. اول واحد الثلاثه سبايكس، والاخر واحد الهيبس الريزمي. ولما تتسال يعني ايه كاركترستيك اي اي جي، يعني باترن ان الاي اي جي ما بيعملوش غير النوع ده، هما اثنين بس اللي بيعملوا نوع معين، الابسنس ومين، وهما الاثنين اللي عليك اللي بينزلوا فيديو. عشان نخلص الفيديو اللي فاضل، واحد جنرالايز ده والتاني فوكال، لان انت بيجي لك في الابيليبسي اربع فيديوهات، ولد فاصل خالص اسمه ابسنس، وولد عمال يعمل كونتراكشن اسمه انفانتايل سبازم، وولد جسمه كله بتشنج جنرالايز، وولد قاعد وشه عمال يرعش كده فوق. كلهم في الاخر يدعوا ايه في الاخر؟ مرضى ابيليبسي او مرضى سيجرز، يعني ينطبق عليهم نفس مين؟ الكوزز دي. فاهمك؟ الثلاثه التانيين الاي اي جي بتاعهم بيبقى شكله ازاي؟ الاي اي جي بيدي ويفز بس، ما بيديكيش حاجه سبيسيفيك. انا بقول للعيان في ابنورمال اكسسيف اكتيفيتي طالع من المخ. مين ده بقى؟ ما اعرفش. فهمتني؟ انما ده اقدر اقول لك النوع ده اسمه كذا، ليه؟ لان انا هنا هحتاج ادي مين للعيان؟ هو احنا بندي كورتيزون لاي مريض صرع؟ لا. بس اشمعنى النوع ده اللي انت طلعت من درج علاجك الكورتيزون واديتيه له؟ لان لقيت ايه في الريزم يا بدر، فقلت له ان انت لازم تاخد ده. كسبيسيفيك تريكي. طيب يبقى انت كده انفستيجيشن عرفت تطلب. طب في الاكزامينشن احنا بنكزامن العيان فور ايه؟ انا من شويه غششتك قلت لك الجلد بعد التشنجات بيشاور على ايه؟ نيوروكوتينيس. فانا مهم ابص على الجلد لو في اي سكين مانفستيشن كفي اول سبوتس نيوروفايبروما. طيب ايه رايك مثلا الليفر السبلين الليمف نود يفيدوك في ايه؟ اي انفكشن واي تورش انفكشن بالتحديد. كلام عادي خالص، هو ما فيهوش مشكله خالص، مش انت اللي متهم العيان بكده. فانت في الاكزامينشن مهم تبقى عارف اكزامينشن بتاع البيشنت جنرال، مهم تشوف البيوبل. هو انا لو لقيت عيان جاي لك ببيوبل كونستريكتد وبيوبل دايليتد افهم من كده ايه؟ ان في حاجه هنا في المخ دايسه على نقطه معينه، حاجه فوكال، وده مهم ان انت تصوره سي تي، لان غالبا هيطلع عيان مرض جامع برين تيومر برين ابسس، فعمل حاجه اسمها لاترالايزيشن. يعني ايه لاترالايزيشن؟ يعني في ناحيه متداس عليها وناحيه لا، عشان كده بدات تتغير شكل البيوب. افحص الكونشس ليفل، افحص الفايتال ساينز واليورين اوت بوت، كلام جنرال. باي هيستوري باي اكزامينشن باي انفستيجيشن، كلام جنرال. لما بيجي لك مريض تشنجات انت فاهم القصه ماشيه ازاي، بتدور على شاهد، بتدور على السبب بالتفصيل، تحط بص على شكل العيان، على جلده، على الاورجنز بتاعته، على الحراره موجوده ولا لا، على البيوبل، على الكونشس ليفل، وتطلب لسته انفستيجيشن لاب وايمج. طيب دول ليهم علاج ولا مالهمش؟ مرضى الصرع ليهم علاج. بنروح واحده واحده كده عشان نفهم احنا بنعمل ايه. موضوع طويل شويه بتاع علاج الناس اللي عندهم صرع. هنتفق الاول ان في حالات في الصرع اكيوت وفي حاجات كرونيك. الاكيوت او هنحط معاه كده الستيتوس. دول ثلاثه ايه؟ يعني ايه اكيوت او يعني ايه ستيتوس؟ انا لو قلت لك مريض لسه بتشنج اول مره او بتشنج بقاله اكتر من نص ساعه، هتعمل له دول ورا بعض. فيرست ايد، فيرست لاين، وبعدين فيلير اوف كنترول.
اي سي يو. الفيرست ايد علمونا كده، الناس اللي بتتشنج ما بتموتش من التشنجات، امال بتموت من ايه؟ من الريسبيراتوري اريست، لان طول ما هو بتشنج انت عارف ان الولد ده ما فيش اكسجين خالص بيوصل لمين؟ للمخ، فيلحق ينقذه. فانا دوري كدكتور مش ان انا امسك ايده زي ما الناس بتعمل، الناس تلاقيها ماسكه ايده كده وعماله تمسح على ايده كده ويقرا مش عارف ايه ويقول لك الحق ده العفريت ايه ركب فوق الراجل والكلام الغريب اللي احنا بنقعد نقوله ده، واه بيحصل والله اساتذه وبيقولوا كده. فالموضوع ما هوش فيرست ايد ميجر. فيرست ايد ميجر ده المفروض اللي هو الاي بي سي. يعني ايه اي بي سي؟ يعني الاي واي بتاعه احاول لسانه ما يكونش مقلوب ورا ومحشور ورا وانا سايبه، افتح بقه واشيل لو في اي حاجه معموله، مهم جدا الكلام ده. البريزنج بتاعه يبقى شغال، انا ضامن ان العين في اير انتري طالع داخل. والسيركوليشن يا جماعه، ما ينفعش واحد مثلا لا قدر الله انت ماشي في الشارع اتخبط حادثه عربيه وعمال ينزف وبتشنج وانت سايبه وعمال تعمل له ريسستيشن، والسيركوليشن كلها فين؟ في الارض. وانت حتى لو عملت ريسستيشن القلب ده هيزق مين؟ فلازم يتعلق له ايه على الاقل؟ هاي فلويد عشان تعمل حاجه اسمها فوليوم اكسبانشن. يبقى انا محتاج مريض التشنجات لو في مستشفى او في الشارع. عيل عندك في المستشفى مثلا عنده بريتونيال كولكشن بينزف في بطنه وبتشنج، عنده نيموثوركس وبتشنج، عنده بليدنج حتى بالجمز او من اي مكان وبتشنج، لازم تعلق له الاول مين؟ فلويد، لان البرين مش هيوصل له اكسجين كده، لازم يوصل له عن طريق مين؟ فوليوم. هو انت حتى لو اديت اكسجين للعيان والسيركوليشن فاضيه البرين هيستيل يعاني من مين برضه؟ من الهايبوكس. يبقى اهم لاين اوف تريتمنت بتاع اي مريض التشنجات فيرست ايد اي بي سي. رقم اثنين فيرست لاين دراج. ايه هما الفيرست لاين؟ لما ان شاء الله تخلصوا السنه الجايه كده على خير وتدخلوا تقعدوا في الطوارئ، بيجي النواب يقول لكم خد الحقنه دي والحقنه دي وخليكم قاعدين جنب هنا. ايه الحقنه دي والحقنه دي؟ حقنه لونها اصفر وحقنه لونها ابيض. اللون الاصفر دي حقنه اسمها دايازيبان، اللي هو في المستشفى اسمه نيوريل. النيوريل او الدايازيبان او الفاليوم ده الفيرست لاين انتي ابليتيك دراج، دي ماسكها في ايدك وفي الايد الثانيه عشان انت ما نبطش معايا النهارده في الطوارئ وهنعدي على كام يوم صعبين. حقنه اسمها كالسيوم جلوكونيت، دي بتبقى 10 سم كده ودي بتموت، خد بالك منها. انت بتشتغل في المستشفى ما بتديش غير حقنه من الاثنين دول، يعني اي دكتور امتياز بيدي حقنه لحد جوه الطوارئ من غير ما تفكر هو يا ده يا اما دايازيبان يا اما كالسيوم جلوكونيت. الدايازيبان ده جرعته نص، بتدي على نص نص ملي جرام بير كي جي، وده ما بتخففش، انت بتفك انبول الدايازيبان تسحبه وتديه للعيان، بيسموه نيوريل. ده المفروض بيوقف التشنجات لو هي شغاله. طب لو وقفت قبل ما انا اديه ما تديهوش، لانه ما بيشتغلش في الجسم غير نص دقيقه بس، يعني هو بيشتغل ساعه وجود مين بس؟ الكونفالجن. وقفت الكونفالجن خلاص ما بديش، اشتغلت بدي ممكن اكرره مره واثنين وثلاثه اللي هو الدايازيبان او النيوريل. ده الفيرست لاين. تاني لاين معاك في الفيرست لاين برضه، لو انا خلصت الدايازيبان مره واثنين وثلاثه والعيان لسه مصمم، بدي دواء من اثنين، حاجه اسمها فينو باربيتون او فينيتوين. اسمعوا عنهم دول ولا لا؟ الفينو باربيتون ده في السوق ليه اسم على فكره، اسمه كده اسمه غريب قوي، سومينالتا. هو الاسم ده يوحي ليك بايه؟ بالظبط كده، الله يكرمك. كلمه سومينالتا يعني النوم، اللي هو سومنرس اللي هو النعاس، ده منوم. ده الامهات بتديه الجبارين للعيال الصغيرين عشان يناموا ويتهدوا وما يقعدوش يقرفون طول اليوم. الدواء ده بيعمل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، اللي هو السومناليتا ده او الفينوباربيتون. في امهات غشيمه شويه بتروح الصيدليه تقول للراجل اللي واقف هناك ابني بيعيط كتير طول الليل، يقول لها خد اديله الدواء ده، فتديله شويه كده اول يوم يروح نايم فعلا، تتبسط جدا كانها وقعت على مين؟ على الفانوس السحري. فقعدت ثاني يوم ثالث يوم الواد حصل له تولرنس، ياخد شويه الدواء ويبص لها كده ولا اي حاجه خالص، فتقوم عامله ايه بقى الذكيه؟ تروح عاطيه له كمان معلقه، وبعدين لما تزهق تجيب الازازه وتروح مرضعه منه. يرضع فينه بربطون او سومنالتا، يجيب لنا الاستقبال والطوارئ عامل كده وازرق وما بيتنفسش خالص. بيدخل في الريسبيراتوري سنتر ديبريشن. الدواء ده مرعب. فينو بربطون او الفينيتوين، فينو بارد انت لو هتديه ليه حاجه اسمها لودنج دوز وحاجه اسمها مينتنانس دوز. اللودنج اللي هم 20 مللي جرام 18 مللي جرام، ده لودنج. يعني ايه لودنج؟ يعني برفع ليفل الاول في الدم، زي زي ما انتم فاكرين كده كان الديجيتاليز بيقولوا لكم عليه كده برضه، بس ده اتلغى الكلام ده طبعا. المينتنانس اللي هم 5 مللي جرام، يعني انا بضرب 20 الاول في الوزن ارفع بيه ليفل في الدم.
وبعد ما ارفع ليفل امشي بقى مينتنس. المينتنس على 5 ملي جرام نفس جرعه ده بالظبط. ده اسمه سومينال انتر. الفينيتوين ده في المستشفى اللي اسمه ايبانوتين. ايبانوتين السومينال انتر والايبانوتين دول اي في، دول المفروض اي في. في منهم اورال، في منهم اورال بس ده في البيت، انما انا جوه المستشفى دلوقتي. يبقى انا اديت دايازيبام بعدين فينوبار بعدين فينوتوين، دول فيرست لاين. المفروض اي طفل عنده ايبيليبسي يقف بالثلاث ادويه دول. ساعات بيجي لك ولد بيتنح كده مفيش اي استجابه ولا راضي يعبرني، اديت ده وده واللي قبله ما استجابش، اروح داخل على السكند لاين اللي هو ايه الفيلير اوف كنترول. اول حاجه هنعلق الدايازيبام انفيوجن. عارف يعني ايه انفيوجن؟ يعني مش هديك كده واحده، ده انا هركبه في مضخه 24 ساعه ماشي كونتينوس على العيان. ده واحد، ده الفيلير اوف كنترول. رقم اثنين هديله جنرال انستيزي، هبنكه بحاجه اسمها ليدوكاين او ثايوبنتال. الثايوبنتال ده عندنا في المستشفى هنا جربه كده، تدخل تلاقي نايب زاير جاي لك من اي مستشفى كده على باب الله خالص، غلبان خالص ما يعرفش اي حاجه، هو جاي يشتغل في ابوريس سنه عشان ياخد شهاده وعشان يقدر يكمل حياته. فيدخل المستشفى يلاقي الدكاتره الضبابره دول بيدوا ثايوبنتال للعيال عشان يناموا عشان التشنجات، ده جنرال انستيزي. فهو في النبطشيه ولد بتشنج وما استجابش، قال لك مش معنى انا لما اديله انا كمان ثايوبنتال، وما سالش حد وراح عاطل الواد ثايوبنتال، الواد راح ميت. ايه اللي حصل؟ هو النايب ده حظه وحش ليه؟ هو حضرتك لما تدي لحد دواء جنرال انستيزيا انت حضرتك عملت ايه في دول؟ انت شلتهم خالص. العيان ده ما عادش مين؟ ما عادش معانا. طب هو المفروض اعمل ايه؟ يبقى العيان على ميكانيكال ايه؟ فنتليش. فانت تدخل تلاقي العيان مش قادر ياخد نفس، مش هقول لك عنده ريسبيرتوري ستريس وصدره طالع داخل، مش كده؟ ده فاصل خالص والستيوريشن وحش جدا. هو ايه اللي حصل؟ انت اديت ايه للواد ده؟ اديته ثايوبنتال على 2 مللي جرام وهو مش على فنتليتور. فيقول لك ايه؟ بص الراجل ما هو مش محتاج فنتليتور، هو حاطط في دماغه اللي محتاج فنتليتور اللي عنده نيمونيا وافيوشن وضارب وصدره بايظ، مش شيء لزوم الشيء. انا هدخل ادي دواء بيعمل ايه في المصل؟ بيعمل باراليس، ده بقول لك جنرال انستيزي. فعشان تديه لازم العين يكون محطوط على مين؟ على ميكانيكال فنتليتور، والا هيروح في 60 ده. هو لما انت تعمل باراليس وهو على فنتليتور، الفنتليتور كده كده هو اللي بيشغل العيان، احنا مش محتاجين العيان في حاجه، بالعكس ده المرضى اللي بيبقوا بارلايزد دول احسن ناس تتحط على الفنتليتور، لانه ما بيقاومش مين؟ الفنتليتور، ما بيخنقوش مع بعض. الفنتليتور عاوز يدخل نفس والعيان عاوز ايه؟ حرب دايره بين الاثنين، بنزهق منهم نروح منيمين واحد فيهم، طبعا مش هننيم الجهاز، هننيم العيان، خلاص؟ فده مهم قوي تبقى فاهم. بعلق الدايزيبام، بقلب الناس دي ثايوبنتال وليدوكاين ودول جنرال انستيزيا، وبوصل العيان على ميكانيكال فنتليشن. دي اتفهمت؟ خلص عياني وقف على رجله باي 3 اف بالاي بي سي والثلاث ادويه دايزيبام وفينوبارب وفينيتوين والثلاثه ميجرز التانيين، بقول للام خد ابنك وروحي. بس هتروح على ايه؟ هو ده السؤال. ما هو لسه عنده ايه في دماغه؟ الفوكس. تروح على حاجه اسمها لونج اكتنج او لونج تيرم انتي ايبليبتيك دراجز زي مريض الازمه. هو مريض الازمه بعد ما بيخلص التزييق اللي كان جاي لك بقى المستشفى بتعمل له ايه؟ بتمشيه على لونج تيرم ثيرابي اللي هو البرونكو دايليتور والماست سيل ستابلايزر واليوكوترينز والكلام اللي هنتكلم فيه ده كله. عد بقى معايا الجدول اللي عندك ده، فيه خمس ست ادويه لازم تبقى حافظهم، وبالذات في الام اس كيو جم مئات المرات في الامتحان. الدراج اوف تشويس، عد بقى معايا الحاجات اللي هقولها دلوقتي. الدراج اوف تشويس هم مكتوبين عندك في اي كتاب هتبص فيها تلاقيها حاططها. اسم الدواء والاستخدامه، اسم الدواء واستخدامه. الدراج اوف تشويس في الجنراليزد تونيك كولونيك كونفولجنز، يعني انا جالي مريض بتشنج جنرال والاثنين سيريبرال انستير اكتف. دواء اسمه صوديوم فالبوريت او فالبوريت صوديوم اللي هو في السوق عارفين اسمه ايه؟ ديباكين. حد يسمع عن الديباكين؟ على التجريتول طيب؟ معروفين الادويه دي فيري كومن، اكيد حد بص عليهم شافها. الديباكين ده البرود سبيكترم انتي ايبليبتيك، ده دواء اسمه صوديوم فالبوريت، ده بيبوظ الكبد. الديباكين هو الدراج اوف تشويس في مين؟ في الجنراليزد تونيك كولونيك. طب لو حد فوكل بياخد دواء اسمه كاربامازيبين. الكاربامازيبين ده اللي هو التجريتول.
كاربامازيبين في السوق اللي هو التجريتول ده بتاع الفوكال كونفولشن. يبقى انا قلت واحد للجنرالايز وقلت واحد للفوكال، وهقول لكم واحد كمان للنيونات، وده سؤال ام اس كيو من اشهر اسئله الام اس كيو. لو النيونات بتشنج، النيونات ده اللي هو الطفل سنه اقل من شهر يا دكاتره، عنده 28 يوم وانت نازل، لو النيونات بتشنج ليه دواء شهير جدا اللي هو الفينوباربيتون. الفينوباربيتون هو الدراج اوف تشويس في النيونيتال كونفولشن، واحنا هنيجي في شابتر النيونات نشرح الكلام ده بالتفصيل، وده سؤال ام اس كيو جه كتير جدا جدا. لو انت عندك نيونيت بياخد فينوباربيتون. طيب في نوع اسمه ابسنس سيجرز، ابسنس سيجرز، وفي نوع اسمه انفانتايل سبازم. لو انا عاوز ادي للابسنس سيجرز دواء اسمه ايثو سوكسمايد، مكتوب عندك كده اسمه غبي، الايثو سوكسمايد ده بتاع الابسنس، خلاص وده احفظه، الدكتور ايمن ايميل بيجيبه كتير قوي على الفيديو، ايثو سوكسمايد اللي هو بتاع الابسنس ده. طيب فاضل النوع الاخير اللي اسمه انفانتايل سبازم. انتوا عارفين واحد اللي هو اس اتش او ستيرويد، وده اللي بيجيبه لكم فعلا على الفيديو، بيقول لك العيان ده كان بيتريتد باي ستيرويدز. طلبه اللي مش قاريه بتقول له غلط، اصل ايه اللي جاب الاستيرويد لواحد متشمل؟ هو النوع ده بيستجيب للاستيرويد زي ما كتير من الادويه بتستجيب للكورتيزون واحنا ما نعرفش ليه، بنديه خلاص وبيستجيبه. اس اتش وكورتيزون خلاص. واسم دواء تاني اسمه كلونازيبام، كلونازيبام موجود فوق اهو تحت الفينوبارب. يبقى الكلونازيبام والكورتيكوستيرويد والاس تي اتش دول بتوع النوع اللي اسمه انفانتايل سبازم. الايثوسوكسمايد ده بتاع الابسنس وبيجي تحت سؤال الابسنس كتير. الفينوبارب بتاع النيونيت، والصوديوم فالبوريت بتاع الجنرالايز، والكاربامازيبين بتاع الفوكال، وفي ادويه جديده طالعه دلوقتي اللي هي لاموتريجين وليفيتايراستان، دول اللي هم في السوق اللي هو اسمهم تيراتام ولامكتال، دي احدث دوائين اللي هم الاثنين اللي تحت بعض دول. اللامكتال ده على فكره من اشهر الادويه اللي بتعمل سندروم شهير قوي اسمه ستيفن جونسون سندروم. حد سمع عنه؟ ستيفن جونسون ده ابن عيل صغير يجي يتعالج بالادويه تلاقي جلده كله راح مسلوخ، جلده كله بالكامل اتسلخ، وعينيه ووشه وبقه وتحول لكائن فضائي كده، انت بتبقى مرعوب ايه اللي حصل في الواد ده. ستيفن جونسون هو سكين رياكشن للادويه دي، ممكن حد يتطرق ليها من بتوع النيورو لو عندكم في وحده من 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 الوحدات، دكتوره لبنى منصور، دكتور عمرو غنام اللي هو شعر ابيض ده، دكتوره ليلى عبد المطلب، كل الناس بتوع النيورو ممكن وانت بتتكلم بحرقه كده وعمال تقول وكلونازيبام ومش عارف وايه وايه وايه، يقول لك هو احنا بنخاف من الادويه دي لما بنديها عشان حاجه جوه وحاجه بره. تعرف ايه هما؟ الحاجه اللي جوه بيعملوا ليفر افكشن اغلبها هيباتوتوكسيك، والحاجه اللي بره بيعملوا سكين راش، مرض اسمه ستيفن جونسون سندروم. احنا كده حملنا عليكم زياده، معلش احنا اسفين، بس هو الدرس ده منيل كده خلاص. ستيفن جونسون سندروم. طيب السؤال بقى، حد فيكم بيقول لي معلش يا دكتور طبعا الاستيتس لما اتكلمنا اللي هي ال 30 دقيقه اللي احنا قلنا عليها، الادويه دي تقف امتى؟ ده سؤال شرعي، تقف امتى؟ ونبدا بدواء واحد ولا بكلهم؟ طبعا العلاج الستيتس زي علاج بالظبط الضغط، احنا لما نيجي نعالج ضغط بنبدا بدواء، ما استجابش بنحط الثاني، ما استجابش بنحط الثالث، من العيله اللي كنا حافظينها الاي بي سي دي. هنا ببدا برضه بدواء واحد وبزوده جرادي وبقاد دواء ثاني لو انا احتجت. السؤال الاهم، عشان اوقف انتي ابليبتيك دراجز لازم يكون بعد سنتين بتعلم الكلام ده، لان هتتسالوا انتوا نفسكم، هتتسالوا انتوا طلبه يا دكتور انا بدي للواد ديباكين تجريتول وحاسه انه تعبان كده من الدواء والدواء بيخلص عليه وبينيمه، انا عاوز اوقفه، لازم يكون عدى قد ايه من كونه سيجر فري؟ سنتين، مش عدى على استخدام الدواء سنتين، ده سنتين من ما المريض يبقى ايه؟ سيجر فري يعني كنترول، يعني انا اديت الدواء العيان اتظبط عليه وما عادش بيتشنج، اعد من بعد ما يتشنجش كامل 2 يير سنتين العيان يبقى سيجر فري، ابدا اسحب الدواء واشيله، قبل كده لا. لو رجع العيان برجع تاني ارد لنفس اللي كنت عليه من تاني، هي ترايل اند ايرور، بحاول اشتغل زي ما انا، ولو انتكست برجع تاني، وده ممكن يحصل لان الابيليبسي بيتميز بكونه ريكارد. فده الرولز بتاعت الميديكيشن، بنبدا بدواء واحد بنزود جراديوال، ومهم قوي في ادويه التشنجات يا دكاتره تعملوا سيرم ليفل لان الادويه دي توكسيك،
فانت بتتابع وراهم بسيرم ليفل كل شويه وتدور على السايد افكت كويس جدا الانزيمز بتاعت الكبد وبتاعت الكلى لان الحاجات دي بتبوظ حاجات كتير قصاد وبالذات الليفر اغلبهم هيباتوتوكس. طيب احنا كده خلصنا الجزء الكبير فاضل الموضوع الصغنطط الاخير ده اهو اللي اسمه فيبرايل كونفالجن. ده لازم تبقى عارف وانت بتذاكره ان هو ده السؤال الاسي بتاعك عشان انتوا بتيجوا في الاخر والنبي يا دكتوره في محاضره اللي ما بيحددوش فيها اي حاجه خالص دي طبعا السنه دي انتوا لازم تستميتوا عشان يلغوا لكم حاجات لان المنهج ضخم ضخم بجد مش بهزر المنهج ضخم جدا لازم تاخدوا 15 بوكيه ورد و70 بتاع تورته و17000 علبه شوكولاته وتقعدوا قدام المدرج تموتوا كده في المدرج كل الناس تعيط والنبي عشان خاطرنا واحنا غلابه والله حالتنا بالبلا وده حقيقه انتوا غلابه وحالتكم بالبلا لان فعلا مش هتقدروا تدخلوا بالكميه دي يشيلوا لكم اي حاجه او على الاقل يتحدد كام سؤال الام سي كيو يعني يقول لك مثلا ال 15 موضوع دول هنجيبهم لكم في الام سي كيو الام سي كيو مقدور عليه لان هي حتت صغيره جواه بس انما النظري مش مقدور عليه ايه لا لا ما بيعملوش الحركه دي لا لا ما عندناش لا احنا ما عندناش انا عارف بيعملوا معاكم هو اكتوبر بتعمل كده على طول فيه تقول لهم ده ملغي تروح جايبها على طول بس ايه ما هو الملف الاشعاعي والنظري ملف واحد اللي هو بتاع النظري والعملي ملف مكتوب عليه دول اشعاعين وواحد نظري والعملي الكيس هو الكبير يعني كان عملي اللي هم عاوزين منه عدد بس ده كبير اللي هو 50 ورقه اللي عاوزين عامل ايه دول؟ معرفش الكتاب ده اللي عامل ايه كله العمل بالذات اللي هو الملف اللي على كيس العدد 51 اللي طلبوا منك عدد مش كله عشان برضه ما نشتغلش عملي منعه عملي خلاص نيجي بقى للدرس اللي منيل ده اللي هو بتاع الفبراير ده ونعرف قصته ايه. الفبراير كونفالجنز لو ترجمته ترجمه حرفيه كلمه فبراير يعني سخن. وكونفالجنز اللي هي التشنجات بتاعه الحراره اللي هي عيل سخن فتشنج. دي مشهوره جدا في الاطفال على فكره حوالي من 3 ل 5% من التشنجات في الاطفال الفبراير كونفالجن لوحدها. ليها سن. ولما جم يحطوا سبب مفيش سبب واضح عشان ما نقعدش نفتي. ليه العيل اللي بيسخن بتشنج غير ان هم لقوا ان في جينيتك بيز يعني ايه جينيتك بيز قال لك ما كل الاطفال الصغيره بتسخن اشمعنى الشويه دول اللي بتشنجوا لان عندهم ايه العيال دي جينيتك سستابيليتي للفبرايل كونفالجن عشان كده المرض ده بيبقى ليه بوزيتيف فاميلي هيستوري يعني ايه بوزيتيف فاميلي هيستوري يعني لما تدوروا في اخوات العيل ده او في قرايبه هتلاقوهم برده لما بيسخنوا بتشنجوا ناس قالت السخونيه اللي بتحصل بتعمل زياده في الاكسايتابيلتي للنيورونز يعني ايه يعني الحراره لما بتعلى بتخلي السيريبرال نيورونز هايلي اكسايتد يعني متوتره شويه بيسالوكوا هو الولد اللي حرارته 40 يتشنج ولا اللي حرارته 39 يتشنج وبيحبوا يسمعوا الرد بيشوفوا دماغكم بتفكر ازاي لو انت جالك عيل حرارته 40 يتشنج وتبقى قلقان من النقطه ولا 39 يتشنج وبقى قلقان من النقطه هو السؤال ناقص الطالب بيفكر انه عشان اتسال السؤال ده فيعني اكيد في خدعه فانا اختار مين ال 39 لا هو ال 40 مش خدعه ال 40 الطبيعي ان انا حراره كانت تشنجات يبقى كل ما زيد كل ما ايه مكسب خالص هي مش كده انت ما بتردش كده انت بتقولي له احنا وصلنا لل 39 في قد ايه ووصلنا لل 40 في قد ايه بمعنى جسمك بتشنج من حراره مش عشان الحراره عشان سرعه وصول الجسم للحراره يعني اهم كلمه في الحراره انها تبقى صاد ان ايه رايس انت فاجئتني انا ما لحقتش اتعود قصادك انت لما بتدي للجسم فرصه انه يدفع في التدريج بيعمل تولرنس انما لما تبقى الجسم بارد جدا وتروح رافع حرارته مره واحده النيرونز بتتزعج من الموضوع ده يعني فكره الفبرايل قايمه على كلمه واحده سادن رايز اوف تمبريتش ولو اللي بيجاوبها خلاص ما عادش حد هيتكلم معاك في حاجه هو كده عرف لان الاشاعه اللي طالعه الامهات كلها عندها مبدا يقول لك ايه ما تسيبش العيل يسخن لايه؟ لا يتشنج ده مش صح خالص ما كل العيال بتسخن هو في مخلوق على وجه الارض يحمل لقب طفل ما سخنش مش هيحصل بس الفكره
هو هيسخن بسرعه عامله ازاي. عشان كده احنا ما بنحبش نسيب الحراره في العيال بعد ما تبدا تتمكن من العيل. ليه؟ لان ممكن تضرب سبايك منك في اي وقت، فاحنا بنخاف من كده. الطفل مجرد ما بيدفع بنحط كمادات ونخلص. مين يتشم فيهم؟ قولي له اللي عنده الجينيتكس سستبيليتي، يعني لازم يبقى الولد ده في جينيتكس سستبيليتي للتشنجات. زي مرض الازمه بالظبط. هو انت عاوز تقنعني ان احنا لما نمشي في الشارع شويه تراب يجوا علينا كلنا هيجي لنا برونكيا الازمه ونزيق ونزرق؟ ما حصلش. طب مريض الازمه اول ما بيجي علينا نفس الشويه التراب بيحصل له ايه؟ بيزرق وبيزيق. اشمعنى؟ مع انه اتعرض لنفس الحاجه اللي احنا تعرضنا لها مع بعض، لانه عنده جينيتك ايه؟ بس ده ردك عليه. طيب السؤال بقى، لما بيجي طفل فيبرايل كونفالجن سن العيال دي بيبدا من 5 لـ6 شهور وبينتهي برضه عند 5 لـ6 سنين. في ناس بتحفظها 5-5 وناس بتحفظها 6-6، اللي يعجبك احفظ، اللي يعجبك. من 5 شهور لـ5 سنين، من 6 شهور لـ6 سنين، اللي يعجبك. دول الرينج بتاعها. اقل من كده واكتر من كده مش فيبرايل كونفالجن سيمبل. يعني ايه سيمبل؟ النوع اللي احنا هنحكي عليه النهارده اسمه سيمبل فيبرايل كونفالجن. ده ليه مواصفات. اولا لازم نبعد من دماغنا خالص فكره ان طفل سخن فتشنج ده فيبرايل. لان مريض المننجايتس اللي احنا درسناه من حصه او اتنين كان سخن وبتشنج وما قلناش عليه فيبرايل كونفالجن، قلنا عليه مين؟ مننجايتس. اللي انا اقصده لما نتكلم على فيبرايل كونفالجن هي بتصف كل طفل سخن وبتشنج على تو اكسس. يا يطلع حاجه سيمبل وبسيطه يا يطلع حاجه كومبلكس وكارثيه. السيمبل ده اللي انا هحكي عليه اللي هو النص الاول من الجدول، ده بيصف طفل سنه كام؟ 5-5 أو 6-6 أو 5-6، من 5 شهور لـ6 سنين، من 6 شهور لـ6 سنين، مش هنختلف، هو نفس الأرقام. ماله؟ عنده أولاً بوزيتيف فاميلي هيستوري، ودي تهمك. بوزيتيف فاميلي هيستوري، العيلة، إخواته، قرايبه، لما بيسخنوا بتشنبوا. دي اللي بتديك الجينيتكس سستبيليتي اللي احنا بندور عليه في استعداد وراثي في العيله. ده باي هيستري. وباي هيستري هيقول لي ان هو كان سخن في فيفر. وبص في الفاميلي هيستري وما عندوش خالص 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 اي سته فوكس في النخ. يعني المريض ده ما تقوليش مثلا ده مريض من انجايتس وعنده فيبرايل كونفالجن يبقى انا بهرب. انما تقول لي ده عنده اوتيتس ميديا، ده عنده شوية بتاع صديد تحت صباعه، هم اللي عاملين له الحرارة والحرارة خليته تشنج، بعيد عن مين؟ يعني أنا عاوز القاعدة دي ترسى في دماغك، إن السي إن إس هنا ماله عشان نخلص؟ فري، مفهوش حاجة. ده مريض سخن وتشنج بعيد عن مين؟ بس الناس إن أنا ما أجيبش عيل عنده نيوكال ريجيريتي ونيكري تراكشن ومننجيا إريتيشن والفونتانيل بتاعه باظظ قدامه مترين وتقول لي ده مين؟ ده سيمبل فيبرايل. ده مش سيمبل فيبرايل خالص. سيمبل فيبرايل هو مريض السي ان اس بتاعه كويس جدا، عنده حراره لاي سبب تاني غير السي ان اس، وبيتمتع ببوزيتيف فاميلي هيستوري. بيجي يتشنج انا فاكره جنرالايز مش فوكال. عمر الفوكال كونفولجن ما تبقى فيبرايل ابدا. جنرالايز مدتها اقل من ربع ساعه 15 دقيقه will not recover. دول اهم 3 كلمات على الاطلاق، وده اللي بيقولك في الام سي كيو. simple febrile convulsion generalized ولا focal؟ لا generalized، لان لو focal ده مش simple، ده atypical اللي هو complex type، يطلع بقى focal يطلع generalized مش قصتي. ده ما بيقعدش خالص هما دقيقتين ثلاثة بالعافية، بس عمره ما يعدي الربع ساعة، لان لو عدى ربع ساعه ده مش سيمبل. الناس اللي بتتشنج كتير دي مش سيمبل، دي حاجه اورجانيك او حاجه بقول عليها كومبلكس. ونوت ريكارنت، يعني ايه نوت ريكارنت؟ يعني هو بيجي يسخن بتشنج مره واحده وخلاص، ما بيقعدش يجيله كذا مره. السيمبل فيبرايل ما بيتكررش، هو اثناء السخونيه تشنج مره وخلصنا. لو لقيته عمال يتشنج كتير وبتاع ده غالبا مش سيمبل. وبعد ما بيخلص الاتاك دي ما بيبقاش مريض ايبيليبسي. يعني ايه ما بيبقاش مريض ايبيليبسي؟ يعني الام بتسالك سؤال دايما في العيال اللي بتشنجوا، هو ابني هيفضل طول عمره يتشنج؟ كده بتسال نفس السؤال. في النوع ده هقولها ايه؟
لا خالص، الريسك اوف ابيليبسي هنا اقل من 1%. وبعدين ما بيأثرش على الانتلكشوال بيرفورمانس. يعني ايه انتلكشوال بيرفورمانس؟ اللي هو الكفاءة الذهني. ليه؟ ليه مش بيدمر المخ؟ لان المدة بتاعته مش كبيرة، ولانه ما بتكررش. عارف لو ده مدته كبيرة وبتكرر ديفينتلي هيصيب اصابة في المخ، لان لو ما ضربوش المرة دي هيضربوا المرة الجاية، هيضربوا المرة اللي بعدها. انما ده بيجي سنجل اتاك. اعكس بقى الكلام ده كده بعد اذنك، هتروح في النوع الثاني اللي هو اسمه اتيبيكال، او بيسموه اسم كده غبي، ابيليبتوجينيك. ابيليبتوجينيك مكتوبه تحت خالص اهي باللون الاحمر التخين، ابيليبتوجينيك. ده الايدج بتاعه ايه؟ ده اي ايدج، ممكن يوم، ممكن سنه، ممكن 10، ممكن 20، انا مالي اي سن، بس لا يلتزم بالرول دي. عنده بوست فاميلي هيستوري مش شرط، وعنده سن هيست ماله في مشكله. ده يعني المنجايتس يا جماعه اللي احنا بنحكي فيه ده، الاتيبيكال او الكومبلكس ده، مريض عنده انكفالايتس او مننجايتس او برين اكسس وسخن وبتشنج. بس هو هنا ما بتشنجش عشان السخونيه، هو هنا بتشنج عشان في مشكله فين؟ جوه المخ. ده ممكن يبقى ايه بقى؟ فوق هو اللي عنده اكسس ده او عنده انكفالايتس في التمبورال لوب هيديني فوق الكونفالش، ومدته تبقى ايه؟ ممكن اقل او اكتر، يعني يعدي الربع ساعه، ممكن يبقى خمس دقائق، ممكن يبقى ساعه. ويبقى ريكرنت ولا لا؟ ديفينيت ده يبقى ريكرنت. وفي ريسك اوف ابيليبسي، ده لازم يبقى في ريسك اوف ابيليبسي، لان المخ مصاب ولا مش مصاب؟ في اصابه في المخ، ده ما فيهوش هزار. وبيسموه ابيليبتوجينيك تايب ليه؟ لانه في ريسك ان العيان يقلب بابيليبسي كبير، بيوصل 10 من كل 100 عيان بيفضلوا مرضى ابيليبسي. طبعا ده بيأثر على الانتلكشوال بيرفورمانس اكيد، لان مده التشنجات مالها طويل، ومالها برضه الاخطر ريكرنت. فلازم نبقى فاهمين الجزء ده. هنتعامل معاه ازاي مريض الفبرايل؟ مريض الفبرايل بتتعامل معاه ب3 اف برضه. هنعمل اول حاجه فيرست ايد، وهنبدا معاه عادي جدا، اي بي سي، اير واي، بريزنج، سيركوليشن، لازم يبقى في اي في فلويد واكسجين شغال واير واي مفتوح. وبعد كده على طول فيرست لاين دراج، بنبدا بمين؟ بالدايازيبام. عادي جدا، انا ما عنديش مشكله خالص، زي ما انت ماشي على نص مللي جرام، وفينو باربيتون زي برضه على 20 لودنج وال 5 مللي. وبعدين بدل فيلير اوف كنترول بكتب فيفر كنترول. الفيفر كنترول في العيان ده على مبدئين، بنجيب ميه حنفيه ونحط الواد فيها. محدش يعمل الاختراع السخيف اللي بيجيبوه في الافلام، اللي هو بتاعت التلج دي، ويجيب شبكه كده ويملاها تلج من الثلاجه ويحطها على العيل. دي بتولع حراره الجسم، بتزود الحراره جدا جوه الجسم عشان نضغط. لان دي بتعمل ايه في الجلد؟ بتقفل مخارج الحراره خالص في الجلد، فالحراره كلها تبقى ريتيند في جسم العيل. تحط الترمومتر ريكتال يقرا لك 40، والواد جسمه من بره بقى تلج، ده غباء. الحراره اللي بتاعت الميه التلج دي ما بتنزلش خالص، عمرها ما تنزل حراره الجسم، دي بتنزل حراره الجلد. انا مش عاوز الجلد في حاجه، انا عاوز الكور تمبريتشر، لان ميه الحنفيه لما بنحطها على بتاع زي كده، انت بتحط دي في الميه كده وتروح حاططها على جسم العيل، بعد شويه تشيلها تلاقي ايه؟ لا، وغير سخنه، ما عادش فيها ميه، محتاجه تعمل ايه تاني؟ ليه؟ عملت ايه؟ خدت الحراره وحصل لها ايفابوريشن، ده المبدا بتاعها. فانا عاوز تاب ووتر، مش عاوز ايس كولد ووتر، ودواء اسمه باراسيتامول مش اسبرين. بندي الباراسيتامول اللي هو الستال او البيرال او التمبورا، اي دواء من الاسامي اللي ماليه السوق. مش اسبرين، اسبرين في الاطفال ملوش ريكومنديشن خالص غير في شروط معينه وفي امراض معينه، لان بيعمل ريسك اوف ري سندروم. ري اللي هو ايه؟ يقول له كبد ودماغ، بيبوظ الكبد وبيبوظ المخ. نان اسبرين. بعد ما عملت الكلام ده ما تنساش تعالج السورس اوف انفكشن لو سمحت. هو الواد سخن ليه؟ انت قلت لي عشان عنده اوتيتس ميديا، صدقتك، عالجها. ادي انتي بايوتيك تريتمنت تو ريموف الفوكس اوف انفكشن اللي مسخنه الواد. وبعدين قعدت مع الاهل، استقبل بقى الاسئله. ابني يا دكتور هيبقى مريض ابيليبسي؟ لا يا فندم مش هيبقى، ده الموضوع بسيط، ده هي مرايه وان شاء الله مش هتتكرر تاني. فده اسمه بيرنت ري اشورنس. طب محتاج حضرتك نروح نعمل له اي جي ولا حاجه؟ لا. طب محتاج نمشي على لونج تيرم انتي ايبيليبتيك دراج ولا حاجه؟ برضه لا. ليه لا؟ لان الكيس جاي واضحه. واد سنه من كام؟ 5 5 او 6 6، بتشنج ايه؟ جنرالايز، اقل من ربع ساعه وما اتكررتش. ولما سالته قال لي اخوه كان كده، اخته كانت كده، ابن عمه كده، ابن خاله كده، خلاص انا اطمنت.
ده غالبا مريض ايه؟ سيمبل. سيمبل مش مضطر تعمل اي جي، مش مضطر تمشي على انتي ابليبتيك، لان من الاخر مفيش حاجه خالص هتلاقيه، لان انا قلت لك بيجي كم مره؟ بيجي مره. فلو انا عملت اي جي ما خلاص هو خلص ومشي، الموضوع انتهى خلاص. ده بالنسبه لقصه اللي هو الفيبرايل كونفولج، ما بيحتاجش. مهم جدا شويه الكلام الصغنططين بتوع الفيبرايل، لان هو ده اللي انت بتقابله في المستشفى. اللي بيليكس ده مين اللي بيعالجه؟ السيجر الكبير ده بتوع النيورو مش احنا، انما احنا بتوع الاطفال البيدياتريشن العاديين اللي مش شرط يبقى تخصص نيورو بنتعامل مع ده اللي هو الفيبرايل. بندي شويه حاجات خفض حراره وميه وامبوله دايزيبام اللي هو خف، ومش مضطرين نمشي ليه. وانا لما اجيب لك سؤال زي سيجرز او الدرس الكبير ابقى انا غبي، لان ده مش شغلك. انت مش هتعرف تظبط عيان على ديباكين وتجريتول وسومناليبتا وي وي وي، ده مش شغلك. بس تقدر تمانج حاله ايمرجنسي زي دي اللي هو ولد جاي لك بفبراير ايه؟ كونفرجن. انت مش هتعمل اختراع، ده انت هتنزل حرارته وتدي له دواء يوقف التشنجات، ومش قلقان من اللي جاي بعد كده، لان مفيش حاجه جايه بعد كده. اتفهمت ولا في مشاكل؟ خلاص؟ حاولوا على قد ما تقدروا تسلوا نفسكم كده. انا ما زلت مصمم في 5 مواضيع في النيورو هتخرجهم بره، اللي هم تاني سي بي والهايدروكافلس الاعتبارات العملي والاورال، معاهم الثلاث امراض الشهيرين، الواد اللي بتشل من النيرف اللي اسمه جليان باري، والواد اللي بتشل من المصل اللي اسمه دوشين، والواد اللي بتشل من الانتيريور هورنسيل اللي اسمه فيردنج ايه؟ بوفمان. دول الخمسه كيسز اللي قلنا امبارح تصمهم، وانت دلوقتي ما تجيش تقول لي في اخر السنه اذاكر ايه؟ ده مهم. موضوعين النظري اللي ينفع لعبه فيهم المننجايتس والفيبرايل كونفولج، دول فيري كومن، مننجايتس وفيبرايل كونفولج اللي هو التيبيكال والايه؟ والاتيبيكال، او السيمبل ومين؟ والكومبلكس اللي هو ده سخن وبتشنج.